سيدات منتجات يجمعهن بازار مورد في فندق ميرامار باللاذقية، الذي يضم عبر أجنحته أعمالا يدوية وصناعات تقليدية إضافة إلى المواد الغذائية والتجميلية. أهلا وسهلا. جمعية مورد تأسست عام 2003، بتهدف إلى تفعيل وتطوير دور المرأة في التنمية الاقتصادية. بتستهدف هي سيدات المنتجات وكمان السيدات القائمين على أعمالهم، يعني عندها مؤسسة وكيلة منتج ما، بنحاول نضوي عليهم ونعمل لهم انتشار أكبر. بازار جمعية مورد من أهم البازارات اللي ممكن تصير بسوريا، هي جمعية كتير مهمة ومحترمة وبتسعى دائما لتطور دور المرأة بالمجتمع السوري، فأنا كنت حابة أن أشارك فيها لحتى هيك يكون عندي فرصة أني أعرض منتجاتي. أنا بشتغل بالذهب، بحب يعني هو هيدا الشيء عندي هيك من الصغر بحبه، فبتصاميم ذهب ناعمة بترضي أذواق الصبايا والستات. هي خطوة لتفعيل وتطوير دور المرأة في التنمية الاقتصادية. في كتير أشغال بتعبر عن الكريسماس بما أني هلأ قرب شهر الميلاد، كله من أشغال البلاكسي وحتى من الإيتامين، في كتير شغلات لذيذة. حبيت أني شارك بالمعرض وفرجي العالم إبداعاتي. شاركت اليوم لعرف أكثر عن عيادتي وشو عن أجهزة للعناية بالبشرة وأجهزة إزالة الشعر والمنتجات التجميلية، وحبيت شارك مع الجمعية هالفعالية الحلوة. حبيت شارك وبس فرجيهم، يعني فرجي شغلي للعالم، يعني مشاركة هيك حلوة وتجربة جديدة. بازار مورد تقليد سنوي يقدم فرصة ومساحة هامة لعرض وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات المشاركات.